أما وثقت السبب فترجع إلى كون شجي بمحمد عبد الحق بن غالب الغرناطي نشأ في بيت علم وفضل، تمشت النسب كيف، وتخرج بأبيه المحجج الفقيه الحافظ أبو بكر غالب الغرناطي، كان من أعيان غرناطة ومن قضاتها، وكل جنان كتبوا في تاريخ الأندلس إلى عصر والده ترجموا لأبي أبي بكر غالب بن عبد الرحمن الغرناطي قاضي غرناطة ومن أعيانه، تربى في حجر أبيه وتفقه أبيه وتخرج على يديه في علوم اللسان وعلوم القرآن وعلوم الحديث وما إليها من العلوم التي كانت عنائج شاهدة ومنتشرة، بل إن أباه اعتنى به غاية فدله على شيوخه، اختار له المشيخة، فكان من شيوخه اللامعين ومن ترجمهم في الفهرسة، له فهرسة طبعت في الأخير، أبو علي الغشاني صاحب تقييد المهمل صحيح البخاري في 5 مجلدات، دل على أنه كان من أئمة الحديث الكبار في عصره، وأبو علي الصدف هو منه في علم الجرح والتعجيل، إلا شيوخ نظمتهم لكم لتستذكروهم إن شاء الله، وهذا مما تستعين به أو نستعين به في نظم في لمح النظم لتقريب الفهم ولتحقيق اللم، باش تستحضر اللم المتشتت حتى يكون ذهن الطالب حاضرا في ذلك. فيقول تشيدي شيوخه والده، شكون هو؟ الشيخ تاعو اللول شكون؟ أبوه، قلنا لكم أبو بكر، أبو بكر غالب بن عبد الرحمن الغرناطي والغساني، شيوخه والده والغساني والباذشي صاحب الإقناع، ابن باذش صاحب الإقناع في علوم القراءة من أجل علوم، هذا مقرئ الأندلس وقد طبع مؤخرا في مجلدين، الإقناع لابن الباذش من أجل كتب القراءة، والصدفي وهو اللي قلت لكم أبو علي، والباذشي الصدفي دشاني، والتغلبي هذا ابن حمجين، وابن عتب وابن عتاب الأسدي يعني أبا بحر سفيان الأوحجي، ابن حمجين التغلبي هذا أجيب كبير، وابن عتاب فقيه لا يشق له غبار في علم الأحكام الأشج، هو المكنى بأبي بحر سفيان الأوحج، نادوا شيوخه الكبار، شيوخه والده والغساني والبادشي الصدفي دشاني والتغليبي وابن عتب الأسد والتغليبي ابن عتاب الأسدي يعني أبا بحر سفيان الأوحجي، هذه مشيخته وهي مشيخة متنوعة وبلغت قمة أدائها من محجج وصاحب شليل بحال الوالد تاعو كان حافظ محججا، وكأبي علي الغشاني والصدفي، ومن فقيه ومن ابن حمجين ومن إمام أجيب اللغوي كبير التغلبي، هذا التنوع في مشيخته جعل ثقافته متنوعة، وهذه المباشرة مباشرة المشايخ والتلمود عليه من قرب وهم هم كمالا جعله يبلغ هذه المرتبة التي رامها وقصدها وصل إليها فيما نبهتكم عليه، وسنعود إلى مقدمته كيف سلك هذا المسلك الصعب
للمدح من كل العلوم والأخذ منها بخيارها، ثم التخصص في علم التفسير، ثم في علم التفسير وصل إلى ما وصل إليه بسحب الجمع والتقييد وتتبع الدقائق والنهج بمنهج الوسط الجمعي بين الحديث والأثر، الأثر والنظر إلى غير ذلك، بالشيء الذي امتاز به تفسيره الوسطي الذي أوجز وأنجز، الذي كان محررا من كثير من الأخبار التي ليس لها خصام ولا زمام، في ذلك قصر كثيرا في الحديث عن القصص الإسرائيليات، يكاد يخلو بالحديث عن القصص مثل هذه الأشياء، إلا يقول هو إلا قصصا لا تنفك الآية إلا بها، يعني لا تتضح، هذا يريدها.